عليها. الو 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 موريتانيا. الو مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم وسهلا ورمضان كريم في حلقة جديدة من برنامج ألو الموريتانية. موعدكم اليومي مع الجوائز والهدايا، ما عليكم فقط سوى الاتصال والمشاركة معنا في البرنامج. لنبدأ حلقتنا مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية موف موريتانيا. عايش من أجل الناس، دائما معهم لألا يحتاجوني. ابتسامتهم هي سبب حياتي، لذلك أعطيهم وقتي وجهدي كامل. حياتي اللا تشارك، متأكدة عن هون مكان للناس كاملة، كل حد عنده شيء يساهم به والجميع مكونكت. عملي، شغفي، التزاماتي، أبذل الجهود يومياً دون أن أحتسب. في كل عمل من أعمالنا نبحث دوماً عن التميز، هكذا نكون قدوة للآخرين. الثقة بالنفس هي سر النجاح، كل حد يقدر يعدل. اقبل الوسائل اللازمة وعود مستعد دائماً، لأن النجاح لا ينتظر. لكل تحدياته، لكل عالمه، لكل نجمته، موف موريتال عالم جديد يناديكم. حياتي اللا تشارك، متأكدة عن هون مكان للناس كاملة، كل حد عنده شيء يساهم به والجميع مكونكتي. مع جراتينات نجمة اثنان من موف موريتال، تواصلوا بشبكة الجيل الرابع الأكثر انتشاراً في موريتانيا واستمتعوا بزيادات استثنائية كل نهاية أسبوع مع فرفحة جراتينات نجمة اثنان من موف موريتال. تستفيدون إلى غاية 200 جيجا صالحة لمدة شهرين. لتفعيل فرفحة جراتينات نجمة اثنان، أدخل نجمة 123 نجمة، رمز تفعيل من 10 إلى 2000 أوقية، نجمة اثنان مربع، أو قوموا بتفعيل الخدمة مباشرة عند بعث الرصيد شرجي. موف موريتال عالم جديد يناديكم. مرحبا بكم وسهلا مرة أخرى مشاهدين الكرام. اليوم هو يوم السحب على الجائزة الأسبوعية قيمتها 100,000 أوقية مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. لا تنسوا عن برنامج ألو الموريتاني وبرعاية موف موريتال وبنك التمويلات الإسلامية والمدينة للمعجنات والوطنية للألبان. بإمكانكم المشاركة مشاهدينا الكرام على أرقام البرنامج للاتصال والتفاعل، وأيضا ربح الجوائز على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. الأرقام هي الوسيلة الوحيدة للاتصال والمشاركة بالبرنامج. الأرقام هي 43 10 11 33، وعلى الرقم 34 10 11 34. تحية كبيرة للمتابعين على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا تحية لمستمعينا عبر موجة الأفام في أنواكشوط. تحية لجميع المشاهدين في جميع ولايات الوطن. برنامج ألو الموريتانية رافقكم طيلة شهر رمضان، طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأحد، واليوم يوم السبت هو اليوم الأخير من الأسبوع. وكما قلنا لكم الأرقام كاملة اللي فازت معنا خلال الأسبوع، هذا الأسبوع اللي نهار تالي منه اليوم، هذه الأرقام اللي تصلت علينا وفازت معنا، لإن شاء الله نعدل السحب في نهاية هذه الحلقة على جائزة قيمتها 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. أسبوع مولي اللي المقبل إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله الجاي، مولي فيه جائزة أسبوعية هي عبارة عن هاتف آيفون 13 مقدم من بنك التمويلات الإسلامية، وله تعدل عليه يعدل السحب بنفس الطريقة. بالنسبة للناس اللي فازت معنا خلال الأسبوع، فازت بجوائز يلا تجي يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 11 إلى الساعة 5 دحميس، موعدها لاستلام جوائز هون في مباني التلفزة قناة الموريتانية. إذا حتكامل فاز ما يلا يتحرى، مثلا يتحرى ينين يفوت عليه الوقت يلا انه يجي القناة الموريتانية ويستلم جائزته هون، ياك ما يفرق عليه الوقت وعود رمضان مشى.
على كل حال رانا محيين جميع الناس اللي يتصلوا بينا وايضا يتصلوا بينا ويشاركوا معنا، وايضا الناس اللي تحاول تتصل بينا ولا جابر الخط طالبين منها اعلنها تعاود الاتصال بالارقام، ارقام البرنامج الظاهره التي ستظهر على الشاشه الان. هذه الارقام حاولوا انكم تتصلوا بها دائما، اياك تجبروها وتشاركوا معنا في برنامج الو الموريتانيه. اذا في نهايه الحلقه لا ينعدل السحب ان شاء الله، وحال سعيد لجميع الارقام اللي تصلوا بنا خلال الاسبوع واول مكالمه معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا بك وسهلا، رمضان كريم. علينا وعليكم السلام. مرحبا بك، من معانا؟ معك مختار. مرحبا بك وسهلا، متصل من منين مختار؟ من تجيكجا. تجيكجا، يا مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك، انت متلفه من تجيكجا؟ او شماسي 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 رمضان في تجيكجا، هذا اول اتصال من تجيكجا العام. مختار ما شاء الله رمضان ديني سلام. تجيكجا تجيكجا ياك ماي حاميه، ياك ماي حاميه تجيكجا. لا بس ما شاء الله رمضان ديني سلام. ايوا يلا، لا هي شو مختار، لا نطلعوا لك السؤال حالا، انت جاهز مختار؟ والله اوه يلا السؤال يظهر لك على الشاشة مختار، واعطينا الجواب الصحيح. قالك السؤال يظهر لك على الشاشة الآن واعطينا الجواب الصحيح. قالك من هو مؤلف كتاب معجم البلدان، هل هو ياقوت الحموي أم الإدريسي أم ابن خلدون؟ أعطيني الجواب الصحيح، قولي واحد من الاحتمالات خليني ساعدك. يلا مختار. هو الإدريسي. ما هو الإدريسي؟ ما هو الإدريسي؟ ذاك اللي سابق الإدريسي، ذاك شو اللي على الزر لي لا، ذاك اللي على الزر لي لا. أعجل، قولي واحد من يعقوب. يعقوب جواب رقم كم؟ رقم واحد. ياقوت الحموي هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا مختار، وتحية لك كبيرة، تحية لأهل تقانت، ورانا محييكم، محيينا التجكجة وأهل المجرية وأهل البيكة وجميع أنحاء ولاية تقانت العظيمة، رانا مسلمين عليهم كاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم، نعاد عليكم إن شاء الله أهل تقانت. ورانك فزت معنا بجائزة مقدمة من موف موريتال، عبارة عن رصيد وعن جيجاهات للإنترنت، وتحية كبيرة لأهل تجكجة، رانا محيينهم في رمضان. وبالنسبة لكم انتم أهل الولايات الأخرين، أهل الحوضين وأهل العصابة وأهل ترارزة وأهل أدرار وأهل تيرس وأهل جميع الولايات، اتصلوا بنا وشاركوا معنا في برنامج ألو الموريتانية. تحية كبيرة أيضا لمتابعينا في ولايات نواكشوط الثلاث، اتصلوا بنا وشاركوا معنا في برنامج ألو الموريتانية. إذا كان هذا أول اتصال معنا اليوم، هو أول اتصال من ولاية تقانت، هالولايات الأخرين اتصلوا بينا وشاركوا معنا. إذا نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو مرحبا بك وسهلا، معك برنامج ألو الموريتانية، تفضل. أهلا عبد الشمات يا مرحبا بك وسهلا، مرحبا بك، من معنا؟ معكم ختار من السويد. ختاري مرحبا بك ختار. ختار ما شاء الله، مرحبا بك شماسي ختار، مع رمضان شماسي نهار اليوم ما شاء الله. الحمد لله رمضان، ايوه رمضان، السنه بارد نواكشوط، ياك ما راك انت اليوم، ياك ما راك تعبان، ياك ما راك عطشان ختار. الله رمضان نواكشوط ان شاء الله. الحمد لله ختار، انت اول مره تشارك في البرنامج، شاركت مرات؟ والله اول مشاركه. اول مشاركه، ايوه. شوف نحن كما تعرف عندنا جائزه اسبوعيه، عندنا سحب على الجائزة الأسبوعية، وعندنا أيضا جوائز أخرين. مستعد ختار تشارك؟ مستعد نطرح لك سؤال ختار؟ جاهز؟ إيه والله جاهز. إيه يلا. بسم الله. يلا. قال لك قطعت جهيزة قول كل متكلم خطيب وقاض، أيهم الاحتمال الصحيح؟ قطعت جهيزة قول كل متكلم خطيب قاض، قولي الاحتمال، واحد من الاحتمالات خلينا نساعدوك. كل متكلم لكن اللي احنا متكلمين، لكن اللي بين قاضي ومتكلم خطيب
قطعت جاهزيته كل قطيبين. قولها قاع، قولها قطعت جاهزته قول كل قطعت جاهزيته قول كل متكلم كل خطيب. كل خطيب هي الإجابة الصحيحة، ورانا احتسبناها لك، كملتها، وبرافو عليك ختار، شكرا على اتصالك، وتحيه كبيره لاهل تنسويلم، واهل تنسويلم هل نواكشوط كاملين محيينهم، ورمضان كريم ان شاء الله. جائزتك مقدمه من المدينه للمعجنات، وطبعا قسيمه شرائيه. شكرا لك. نذكر مشاهدينا على ان في نهايه هذه الحلقه ان شاء الله ولا هي نعدلوا السحب على جائزه نقديه قيمتها 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية، وحظ سعيد لجميع الفائزين اللي له يدخلوا إن شاء الله السحب. قلنا على الأرقام اللي له يجرى عليها السحب هي أرقام اللي شاركت وفازت معنا خلال الأسبوع هذا الأسبوع. إذن الصبح ما فيه برنامج على الموريتانية، على الموريتانية يمشي معكم إلى 6 أيام في الأسبوع، نهار واحد يوم الأحد هو اللي عطلة، نرجع لكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، ومجموعة إن شاء الله من الهدايا والجوائز. السبت المقبل إن شاء الله اللي تعود فيه هاتف ايفون 13 ولا ينعدوا عليه السحب إن شاء الله. حظ سعيد للجميع. إذا خلونا نقبل اتصال جديد، خلونا نقبل اتصال جديد. السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. رمضان كريم. وعليكم السلام. مرحبا بك وسهلا، من معانا؟ الو، سامعينك، تفضلي. الاسم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم، من معانا؟ من معانا؟ معك جناب. من معانا؟ الصوت زينب. يا مرحبا بك زينب، متصلة من منين؟ متصلة من دبي. من دبي، يا مرحبا بك. دبي نواذيبو ولا دبي اللي هون؟ والله دبي في نواذيبو. دبي في نواكشوط. في نواكشوط، يا مرحبا بك وسهلا. وش ماسي رمضان في دبي زينبو؟ والله من الجبال ما في الحمد لله، رانك جبرتينا اليوم زينبو لا يتفوزي مولي معنا. زينبو شو ماسيه مع الصوم؟ شو ماسيه مع الصوم زينبو؟ ماشي صوم زين. صوم زين. شو ماسي دبي ياك ما هي حاميه؟ ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. ايوا زينبو شوفي، لان طرحوا لك سؤال واعطينا الجواب الصحيح، والسؤال لا يظهر لك حالا زينبو على الشاشه، واعطينا الجواب الصحيح. قال لك اين يقع مقر الاتحاد الاوروبي؟ هل هو في ميونخ ام في لندن ام في بروكسل؟ يلا اعطيني واحد من الاحتمالات، واحد من العواصم هذه الدول. يلا احتمال كم ايهم؟ احتمال الثالث. زينبو ما انا سامعينك بالعجله بسرعه، الوقت مشى عليك. الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني. الثالث هو الاحتمال الصحيح. ايوه زين، الاحتمال هي في بروكسل، مقر الاتحاد الاوروبي يقع في بروكسل عاصمه بلجيكا. زينبو تصلت علينا من دبي في نواكشوط، وربحتي معنا جائزة. زينبو ربحتي معنا جائزة مقدمة من موف موريتل. زينبو شكرا على اتصالك، وطبعا تحية لجميع المتابعين والمتابعين أيضا على صفحتنا على الفيسبوك، تحية كبيرة لكم. إن شاء الله ندور نوسع دائرة المشاركة ياك تشملكم إن شاء الله، ونعدلوا سحب على أرقام اللي تتفاعل معنا على الصفحة. شكرا على تعليقاتكم وعلى أيضا مشاركتكم للحلقة مع الأصدقاء، وشاكرينكم على التفاعل. إن شاء الله دوروا تشاركوا معنا، نعدلوا السحب على الأرقام اللي تتصل، الأرقام اللي خليتوها على صفحة، ونتصل نحن بكم ياك تشاركوا معنا. ننتقلوا شور اتصال جديد. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
إذا نذكر مشاهدين على أن في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله لا ينعدل السحب على جائزة أسبوعية قيمتها 100,000 أوقية مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية، وهي طبعا جائزة أسبوعية، في كل أسبوع إن شاء الله ستكون هناك جائزة أسبوعية ويجرى عليها السحب. نقبل اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك وسهلا، رمضان كريم. من معانا؟ عبد محمد. محمد مرحبا بك. محمد متصل من منين؟ متصل من ملح نواب. يا مرحبا بك محمد. محمد شو ما سمع الصوت؟ ملح نواب شوط. محمد تاع اصلا دائما تدفع للبرنامج، قد شاركت سابق مره. محمد اول مره اشارك. هو زين محمد. محمد اولين اطرح لك سؤال وندورك تكملنا هذا هذه المقوله اللي لا تظهر لك على الشاشه، اعطينا كملها لنا. كل فتاه بابيها معجبه مستهزئه مستهتره، خلاص انت الاجابه الصحيحه وقولها لنا، واحد من الاحتمالات اللي قدامك. يلا يلا. إجابة كم؟ ما هي الثالثة؟ خرص ذا ما وقع ما يصح. شوف الإجابة رقم، كل فتاة بأبيها معجبة. معجبة هي الإجابة الصحيحة. لا يمكن لأي فتاة أن تكون مستهترة بأبيها أو مستهزئة، ما يصح. المهم أعلنك رانك بعد فزت معانا. على كل حال بما أنك أول مرة تتصل والبرنامج صعيب عليك أنت جباره، رانا أعطيناك قسيمة شرائية مقدمة من الوطنية للألبان. شكرا لك يا محمد، وشكرا لجميع الناس اللي تصلوا يحاولوا علينا يعطونا إجابات. على كل حال طبعا فهم بعض الأسئلة يعود بديهي ويعود ما يحتاج المساعدة، وفهم أيضا بعض الأسئلة اللي يعود أسئلة صعيب شوية على الناس يعود يعرفوها، نظرا لأنها أسئلة متفرقة خالطة الثقافة العامة، تاريخ، جغرافيا، السيرة إلى آخره من المجالات، مجالات المتعددة للثقافة. على كل حال تحية كبيرة لكم، وتحية لمستمعينا عبر موجة الاف ام في نواكشوط، الناس اللي تحرك حالا في سيركيلاسيون طالبين منها على انها توسع اخلاقاتها وعلى انها تعود هم اللي ملتزمة بقوانين السير، وانها هم اللي الناس كاملة تتراحم فيما بينها. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال في رمضان، وننتقل شور اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم مرحبا بك وسهلا. مين عليك؟ مرحبا بك. من معانا؟ ما شاء الله شماسي. يا مرحبا بك وسهلا. من معانا؟ معك احمد البران. يا مرحبا بك احمد. واحمد احمد انت متصل من منين؟ معك احمد البران. مرحبا بك. متصل منين احمد؟ من دبي. من دبي نواكشوط. دبي 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 نواكشوط. والله والله او شماسي رمضان في دبي. احنا اليوم ما شاء الله هذا هو ثاني اتصال اليوم يجينا من دبي. ما شاء الله. او احمد وشماسي مع الصوم. مبارك ما شاء الله الحمد لله. مرحبا بك احمد. انت تتعدل ما شاء الله الحمد لله. احمد انت تتعدل الرياضه في رمضان. والله ايوا. شوف احمد نحن لين لين اطرح لك سؤال وعندك ثلاث احتمالات احمد تعطينا فيهم الاجابه الصحيحه، احلاك حد يساعدك والله. اوه يلا. قال لك السؤال كل وليلاه وهنده وعزته. قولي واحد من الاحتمالات خليني اساعدك. يلا. كل وليلاه وهنده وعزته. ليلاه جواب نهائي. ليلاه. جواب نهائي. قد سمعت هذا ذي المقولة؟ قد سمعتها؟ ما قد سمعتها. يقر الله لك عنه ليلاه. كل يغني على ليلاه وكل وليلاه
الجواب الصحيح هي ليلى، ما هي هند. هو طبعا نحن ذا خطأ من الجماعة في الكنترول، وكل وليلى. على كل حال نحن بعد نعطوك جائزة، سواء السؤال صالح والله خاسر. على كل حال جائزة مقدمة من موف موريتال، وشكرا لك أحمد دو. تصلت علينا من دبي في نواكشوط، جاتك رصيد مقدم من موف موريتال وجيجاهات للإنترنت. تحية كبيرة للمشاهدين والمتابعين اللي تابعونا حالا عبر صفحتنا على الفيسبوك. سنجري إن شاء الله السحب في نهاية هذه الحلقة على الجائزة الأسبوعية. تحية كبيرة وحظ سعيد لجميع المتصلين اللي اتصلوا علينا طيلة أيام الأسبوع وفازوا معنا بجوائز. هذه الجوائز يلا يجوها إن شاء الله يوم الاثنين ابتداء من الساعة 11 إلى الساعة 5 الدحميس، وموعد استلام الجوائز. بالنسبة للناس اللي فازت بجوائز الرصيد، لا هي إن شاء الله يجيها الرصيد، يتم تحويل الرصيد لها. إذا ما عندها لا حاجة على أنها تجي تستلم، إذا الرصيد يدور يجيها يحول لها إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي فازت بقسائم شرائية من الوطنية للألبان والمدينة المعجنات، إن شاء الله يلا تجي تستلم جوائزها. وأيضا الفائز اللي لا نعلن عنه إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة، يلا دور إن شاء الله يتصلوا به الجماعة في الكنترول ويعود يجي إن شاء الله يوم الاثنين يقبل جائزته إن شاء الله. بالنسبة للسحب إن شاء الله، السحب طريقته واضحة. الأرقام، جميع الأرقام اللي اتصلت بنا خلال الأسبوع هي مسجلة عندنا في الكمبيوتر، لهي نطلبه من الكمبيوتر إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة بعد قليل إن شاء الله، فإنه يختار لنا واحد من الأرقام بطريقة عشوائية. إذا حظ سعيد للجميع. ما تعرفوا الناس كاملة اللي فازت معنا، ما يعرف حد منها أيهم إن شاء الله يقدروا تسعيد الحظ ويجبر جائزة قيمة 100,000 وقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. أرقامنا تظهر على الشاشة، طالبين من جماعة الكنترول طلعونا الأرقام، الأرقام رأيها على الشاشة. إلى ريت هاي الأرقام مشاهدينا مشغولة، طالبين منكم أنكم تعودوا الاتصال بها. يلا نقبل اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. رمضان كريم. عليكم السلام. من معانا؟ عليكم السلام. ألو من معانا؟ معكم أحمد. أحمد مرحبا بك أحمد. أحمد متصل من منين أحمد؟ معكم أحمد. أحمد تم تلفن من منين أحمد؟ من سيد النور. من سيد النور عرفات. من سيد النور. إيه. أو أحمد أنت صايم رمضان والله. ايه انت صايم رمضان احمد؟ ايه انت صايم نهار كامل احمد؟ احمد الو احمد انت سامعنا؟ احمد قول لي انت صايم نهار انت صايم نهار كامل والله صايم لا منه ساعات. الو احمد. ايه ايوا احمد شوف لا نطرح عليك ذاك السؤال احمد ولا نعطوك جائزه. انت مستعد احمد؟ معك حد يساعدك والله مستعد. السؤال فات فتنا طرحناه، طالبين من جماعه في الكنترول يعرفوا شي اللي طرح الاسئله. السؤال فتنا طرحناه، طالبين من جماعه في الكنترول يطرحوا يرتبون الاسئله. مستعد احمد؟ يلا قال لك اللي شاف السماء. ايه اللي ما شاف السماء لا تقولوا له، لا تفهموا له، لا تنعتوا له. لا تنعتوا له. لا تنعتوا له. لا تنعتوا له. هذا المثل مثل مثل معروف، لا تنعتوا له. والله لا تقولوا له احمد. ايه هي لا تنعتوا له ولا لا تقولوا له؟ مقرش عنك لا تنعتوا له. لا تنعتوا له. لا تنعتوا له. جواب نهائي. ايوه احمد جواب اللي اعطيتنا هي الاجابه اللي اعطيتنا هي الاجابه الصحيحه. اللي ما شاف السماء لا تنعتوا له. ومبروك لك يا احمد، فزت معنا بقسيمه شرائيه مقدمه من الوطنيه للالبان. برافو عليك احمد، برافو عليك. واحمد الو احمد. الو احمد انت قول لي انت لا تصوم الصبح احمد؟
ان شاء الله. وتحمد تعد الرياضه في رمضان برافو عليك ما شاء الله عليك، الله يطول عمرك احمد، ونحن سعداء جدا بهذا الاتصال اللي عددت لنا احمد. شكرا لك وشكرا لجميع اللي الناس اللي يحاولوا يتصلوا بينا واللي اتصلوا بينا وشاركوا معنا في برنامج الو الموريتانيا، شاكرينهم. وايضا تحيه كبيره للناس النساء اللي يعدلوا مائده الافطار، يشاركوا في اعداد مائده الافطار. شكرا لكم وتحيه كبيره لكم. نراك مشاهدينا الكرام، ما نعرفوا كان ندخلوا فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نرجع لكم مشاهدينا الكرام ونبدأ إن شاء الله عملية السحب على الجائزة الأسبوعية. جائزة أسبوعية قيمتها 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. إذا فاصل ونعود بحول الله. بنك التمويلات الإسلامية ملتزمون بإهدائكم عالما من الفرص. طموحنا أن ننمو معا. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وضرك الله نطلبه من الكمبيوتر أعلنه يعطينا واحد من الأرقام اللي شاركت معنا، نبدأ إن شاء الله عملية السحب. والسحب طبعا لا يعود لا بطريقة عشوائية، إذا نتوجه للكمبيوتر ونطلبه منه لأنه يختار لنا رقم من الأرقام اللي فازت معنا الأسبوع، إياك يربح طبعا جائزة قيمتها 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. يلا جميلة من النواكشوط، جميلة من النواكشوط، برافو عليك يا جميلة، جميلة مبروك لها. طبعا نحاولوا علينا أن نتصلوا. جميلة فازت معنا بجائزة قيمتها 100,000 أوقية مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. ترى جميلة راكش تعدل، كانها سمعت كانها تتابعنا حالا، وطبعا جميلة فازت معنا ب 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. حظ سعيد لكم كاملين مشاهدينا الكرام، ولنحاولوا علينا أن نتصلوا بجميلة حالا. جماعة في الكنترول تحاول تتصل عليها، إياك تشارك معنا طبعا، تتكلم معنا ونعرفوا شنو انطباعها. طالبين من الناس كاملة اللي تتصل بنا واللي شاركت معنا أعلنها وقت البرنامج، وخاصة في وقت هذا الوقت عود مصيبة تلفونات. إذا جميلة، جميلة جبرناها ولا هي نتكلموا معها. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. إذا معنا جميلة، جميلة فازت معنا بجائزة قيمتها 100,000 أوقية قديمة مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية، وطبعا هي جائزة الأسبوعية لهذا الأسبوع اللي تستلمها إن شاء الله يوم الاثنين المقبل، إذا بعد غد بحول الله. وأيضا الناس كاملة اللي فازت معنا بجوائز قسائم شرعية تجي يوم الاثنين إن شاء الله تقبض جائزتها. إذا ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. جميلة، إذا معنا الفائزة، الفائزة بالجائزة الأسبوعية. جميلة اختارها الكمبيوتر بطريقة عشوائية. جميلة، جميلة معنا. إذا انقطع بها الخط، على كل حال نحن نحاول علينا نتصلوا بها، جبرناها يقلين عودوا الاتصال بها، انقطع الخط بجميلة. إذا مشاهدين الكرام كما نقبل اتصال من الاتصالات الاخرين ونعود ونواصل المسابقه، للوقت ما تلم وياسر نحاول علينا ان نشركم معنا جميله. اذا نقبل اتصال من الاتصالات العاديه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اذا نعود للاتصال الجميلة. الو السلام عليكم. اذا الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك وسهلا، من معانا؟ عليك مريم. يا مرحبا بك مريم. مريم متصله من منين مريم؟ من عرفات. عرفات. يا مرحبا بك وسهلا. عرفات نواكشوط.
اي والله. مرحبا بك مريم، شماسية مع رمضان، شماسية مع الصوم. زينه ما شاء الله تبارك الله. ياك ما متعبك الصوم، شماسية مع تحضير الوجبات في رمضان. ما شاء الله تبارك الله، زين ما شاء الله. عصر الصحة. ما شاء الله تبارك الله، زين تبارك الله. ايوه مريم شوفي، مريم لين اطرح لك سؤال وعندك ذرت احتمالات واعطينا الجواب الصحيح ياك تفوزي معانا، والسؤال يظهر لك على الشاشه ظهر. قال لك حديث ذو سؤال، حديث من ترك الحزم مات، ذل هزم. اعطيني واحد من الاحتمالات يلا. من ترك الحزم، من ترك الحزم ذل، من ترك الحزم ذل. جواب نهائي ذل. ذل 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 جواب نهائي. والله ما هي من ترك الحزم والله. مات والله زاد والله هزم والله. لا 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 لك ما معقول، لك ما معقول. من ترك الحزم ذل، من ترك الحزم ذل. ذل هي ذل هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مريم. مريم مريم جاتك جائزة مقدمة من موف موريتل، وهي عبارة عن رصيد وجقاعات من الإنترنت. برافو عليك يا مريم، تحية كبيرة لهالعرفات اللي يتابعونا حالا، يقدموا اللي يتصلوا بنا ويشاركوا معنا في البرنامج. إذا نحن نحاولوا علينا نتصلوا على جميلة. على كل حال دائما نقولوا على الناس اللي تخلينا أرقامها واللي تفوز معنا دائما وقت السحب، طالبين منها تطيب تلفوناتها، إياك نقدونا نتصلوا بها وتشارك معنا في البرنامج. بدي دائما نتصلوا على الأرقام ونجبرهم لإما مشغولين والله ما اللي ما يرفضونا في هذا الوقت. على كل حال الفطور ما ترى بعيد ونحن متلقين الفطور كاملين، فينا اللي مدوخ وتعبان وعطشان ويختار يفطر. على كل حال لدينا فطور إن شاء الله بالصحة، بصحتكم كاملين، وتقبل الله منا ومنكم الصيام مشاهدينا الكرام. لا تنساوا أيضا متابعينا على فيسبوك، على إن شاء الله ندورنا نفتح لكم المجال خلال الأسبوع لأنكم تشاركوا معنا في البرنامج. وجميلة معنا ضرك. ألو السلام عليكم جميلة. جميلة شحالك ياك لباس؟ ألو معاك جميلة، معاك برنامج ألو الموريتانية. أنت اختارك الكمبيوتر فزتي بجائزة قيمتها 100,000 وقية مقدمة من بنك التمويلات الإسلامية. أنا ما قاعدة أتكلم، أنا فرحت من الفرح قلت موقف. لا بالشور بالشور. صحة صحة. الصحة. ما كنت تتوقعه. ما كنت تتوقعيها. أيوة هذا رزقك يا مريم، ولا تجينا إن شاء الله يوم الاثنين، رانا نتحراوك إن شاء الله يوم الاثنين. جميلة يا جميلة، رانا نتحراوك يا جميلة يوم الاثنين إن شاء الله تجي هون تقبضي جائزتك. تبقي توجهكم بالخير. ما كيف تصير برنامج. جميلة جميلة، تبقي توجهي كلمة للمشاهدين بمناسبة شهر رمضان. شهر رمضان شهر مبارك، والله في العبر كبير على المسلمين إن شاء الله، شهر عظيم عظيم. امين ان شاء الله، الله يبارك علينا كاملين. جميله انت اتصالك الماضي فيستي باش فيست بقاسمة من المدينه، مدينه المعجنات. نعم والله. او كنت تتوقع انك لا تفوزي بمبلغ 100,000 وقيه؟ ها كنت تتوقع انك لا تفوزي بالمبلغ مريم؟ ما تفضل جميل. كنت متوقعها، كان لي طاحت لي بالسماء كاع قاسيت المدينه وفرحت بيها. ولكن خلص البرنامج جاي طالع مع بشي داري نطلع السوق قمت نرقص. جات عليا قاعده بنادم جميله اخرى قالوا لي انت جميله حالين. انت في نواكشوط والله في منين؟ انت حالا في منين؟ انا في نواكشوط. في نواكشوط زي بليده من نواكشوط بعرفات. بعرفات رانا محيينك جميلة، ويبرك علينا وعليك إن شاء الله المقادير، ويفرحنا ويفرحك إن شاء الله ويفرح جميع المشاهدين إن شاء الله، يجعلها إن شاء الله بداية خير علينا وعليك إن شاء الله وعلى جميع المسلمين. أو جميلة ودعناك المولانا إنين يوم إن شاء الله ونهار ما نهار ما الصبح يوم الاثنين نجابر إن شاء الله هون في قناة موريتانيا. ودعناك المولانا. جزاكم الله خير. يا مرحبا بك وسهلا. إذا المشاهدين الكرام بهذا الاتصال وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ألو الموريتانيا. لين نرجع لكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يوم الاثنين، ورانا يوم الاثنين الجاي إن شاء الله وعندنا آيفون 13 بانتظاركم، لين عدوا عليه السحب يوم السبت الجاي إن شاء الله. إذا اللي ما فاز معنا إن شاء الله ويفوز معنا الأسبوع الجاي. هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم.
ألو.